هذه ذكرى، ذكرى غالية علينا وغالية على شعبنا وغالية على ناسنا، وهي ذكرى الاستقلال. وكل واحد منا يعرف قيمة الاستقلال، وخاصة من الناس اللي غبنوا شوية ولا الكبار اللي عاشوا مرحلة اللي يسموها الاستعمار، كما قالت يسموها الاستعمار نتاعنا. نظن باللي هذه نعمة، نعمة من عند الله تعالى، بجهود كل الرجال وبالفضل الشهداء والمجاهدين تاعنا اللي وصلنا اليوم. رانا متلايمين ورانا متأخرون ورانا أصدقاء ورانا نتلايمو، وهذه اللمة هذه كما قالها أخويا نتمنى باش تتكرر لغرض واحد، لغرض واحد، اللي هي مصلحة عين الطلبة، مصلحتنا حنا بالأخوة والأصدقاء. ولا كاين شي مشاكل يتفهم، كاين رجال يقدروا يتحلوا هذه المشاكل، لكن لكون نقعدوا مشتين انت ما تعرفني ولا ما نعرفك ولا ما نعرفش المشاكل تاعك ولا ما نعرفش كي تسمو. انا راه يقول متقاعد نكتب، احنا رانا فئه كبيره ماهوش كي غير كوموندون بالعتبي، راهم بزاف. هاد الناس حتى لازم يتلايموا ويتلايموا في صالح الفدائي، في صالح الخالق سمو نخدموا. انا راني ممثل نتاع الرعيان تاع البقري، نخدموا الى الدولة القبر، هذا هو اللي كسموه زعما الوصيه تاعي. راني كبير، ما هي خدمنا مده 40 عام ولا 20 عام نخدموا، وحتى يدونا العمل ثم العمل، الا بالعمل اللي كان تسمى، الا بالعمل اللي نقدروا نوصلوا، الا بالعمل اللي نقدروا نوقفوا، الا بالعمل اللي نقدروا نكتموا، ماهوش بحاجه واحده اخرى. اذا باش نشوفوا لازم تكون هاد المناسبات راهي كاينين، كاينين مناسبات وراح تفوت علينا، ما تفوت ما تشوفني ما نشوفك. حنا نطلبوا من الناس اللي راهم مسؤولين او اللي يكونوا مسؤولين يكرروا من الاجتماعات ويكرروا ويوجدون. إذا كانت كلمة باش تكون كلمة، ما قبل ما كانت عندي كانت كلمة، دوك اللي قالوا لي تكون ونوجد كلمة والناس يكتبوا كما قال لك تكون نقد بناء. معليش، إذا الشيء اللي بغيت نقول لكم، حنا هذه ذكرى راهي مع تاع ذكرى كسمو الإسلام. نطلبوا ربي الله يرحم الشهداء. امين امين. يرحم الشهداء. امين الشهداء. والله يكتبوه شافي بزاف من المجاهدين تاعنا اللي راهم مراض وراهم كبار دوك راهم في الانقراض. يا ماتوا منا يا مات ما كان ما تبقى المجاهد الاول. ما يبقى ماشي هو الصح هو المجاهد. إذا مات كل شويه لازم تكون فينا وفي ولادنا كما قال لك هذيك الروح الوطنيه. روح البلاد تكون مغروسه فينا وفي وليداتنا. هذا الروح التي اذا كان راحوا هذو واحد الرموز راهم باقيين وشويه، مانيش عارف المثال كيفاه نمدو. قال المجاهد كي داير هذا المجاهد، وين كيفاه؟ بصح دوك رانا ديما نقول ها هو المجاهد، ها هو المجاهد، تشوفها بعينك وتحضر معاه. بصح يا مات الحقوا الشهداء. بارك الله فيكم إخوة. أنا كاع هادشي عبد الغني بن طاهر بوك ويد الله يرحمه في هاد الساعة.